ونيارة وسيد علي الأسمر حبيبة بمنارة. تنظم جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس بالتعاون مع وزارة شؤون ثقافية رحلة في ذاكرة اسطنبالي نهار السبت 22 أبريل في بط حزليز باب جديد ابتداء من ماضي ساعة. والحاضر يعلم الغاية. خليفة مساء الخير. محتاجين شوية موسيقى اسطنبالي اللي حضر أي حاجة تونسي محتاج إنه يعبر زادة بغير الاحتجاج. أكيد أولاً ما يلزمش تقفل معناها الحياة. صحيح الاحتجاجات عندها جانب من الشرعية والمشروعية أوضاع اقتصادية هشة وغيرها، لكن في المقابل نشهد كذلك حركية ثقافية وتنوع كبير. ياسر استقبلنا الأسبوع موسيقى العالم عبر الجاز، استقبلنا كذلك بعض المسرحيين. اليوم نستقبل نقولوا احنا فن اسطنبالي هكا ولا اي هكا. فن اسطنبالي هو فن عريق ومخزون تونسي طبعا، هو في تونسي وفي اطار شهر التراث. مقتعف شهر التراث خليفه يبدا من 18 ابريل 18 ماي شهر كامل مع الاشتراك وزاره الشؤون الثقافيه مشكوره برشا اللي معناتها كانت قدمنا عليها برنامج. سيد وزير الثقافه سمعنا وعملنا التظاهره هذه مع تعاون وزاره الشؤون الثقافيه. أول الخرجة هذه رحلة في ذاكرة اسطنبالي تكون هي في بطحة الزديز. برشا ناس يقولوا بطحة الزديز ما يعرفوا إيش بطحة الزديز. نحن نعرفوا باب جديد، باب جديد قوس باب جديد البطحة اللي في جنب القوس تتسمى بطحة الزديز. ما بين بطحة الزديز وبطحة خير الدين اللي هي بطحة الجنرال اللي قدام مع الوطني التراث. مين باش تخرج؟ خلينا نفسر غدوة. ما فماش خرجة، هي عرض فيكس معناتها مش موبيل. داكور. شو تكون فرق من نفطة، توزر، قيروان، صفاقس وتونس العاصمة. شو تكون من المدي ساعة حتى للساعتين تحت الافتتاح اللي يعطي نكتة معناتها الحدث هذا تحت شرف سيد الوالي ولي تونس. مشكور برشا سي عمر منصور. ومن بعد من مدي ساعة للساعتين قلنا في بطحة الزديز، من بعد من الساعتين ونص حتىش الأربعة ونص في بطحة الجنرال اللي في نهج القصر بنارة تحسير الحديد مع فرقة القيروان وصفاقس. ومن بعد مع الخمسة ونص للستة ونص عرض لفرقة اسطنبالي سيدي علي الأسمر من مدينة تونس سيكون في بطحة الزديز باب جديد الاختتام يكون تحت شراف سيد وزير الشؤون الثقافية. معكو رياض، عندي سؤال هام جدا. مثال موسيقات اخرى شعبيه نتاعنا المزود مثال عارف كيما النوبه ساهم في انه يعاود يقراه يعاود يفتحوا الموسيقى الصوفيه الحضره الزياره السمير اللجمي الحضره الفضل الجزيري وسمير العقربي. يعني كانت فما عروض باش عاودت حياتنا وعي موسيقى اسطنبالي اليوم مازال ماهوش محفوظ مازال ماهوش معروف برشا عند التوانسه وقت اللي هو يمكن أثر حتى مزوز يعني نوعية الموسيقى الكرتة يعني وأكثر تجذر في يعني العمق بتاعنا. فما يعني ريبرتوار كبير قاعد يضيع لأنه ما تصارتلوش هالعروض اللي باش تحييه. ما عرفش تفكر في هذا ولا لا؟ بس فري هو بالحق عندك الحق حسين. ما حاجة بركة اللي هو فما فيستيفال إن شاء الله. الفيستيفال هذا ايش تكون في غار الملح بورتيفاغين اللي هو معروف غار الملح اسم قديم وقت استعمار اسمه بورتيفاغين. علاش صار يقول قائل علاش اخترنا غار الملح؟ غار الملح حتى كان قبل هذاك بخلاف بورت كان هذاك كل القشلات اللي في وسطه معناتها الابراج اللي في وسطه اللي في غار الملح نعرفوهم كان هذاك السجن الزنوج اللي كانوا معناتها الفارقه اللي كانوا في تونس. حبينا نعملوا غار الملح كما مهرجان القناوة مهرجان الديوان في الجزائر ومهرجان القناوة في المغرب. اسطنبالي ساعة قليل وجوده في مدينة تونس واللي يعصفوا ما عادش برشا حسين معناتها فما ثلاثة من الناس يعزفوا في القنبري فما أهل البيداري صالح الورقلي بالحسن ميهوب معناتها ثلاثة من الناس اللي يعزفوا في القنبري معناتها ما عادش ديجا الجمعية هي تكونت باش نعلموا خاطر فما برشا ناس يحبوا الفن هذايا ويحبوا يتعلموا ويحبوا يسمعوا مثلا خاطر موسيقى اسطنبالي راهي خاصة لو جيل نتاع تو الشباب تو ياسر مغروم به وتغرم به السنين هذوما الأخرى واللي هذا يقول ماذا بينا نتعلم القنبري ونتعلم الجوجاي. فما آلة زادة بخلاف نحن نعرفوا في تونس كان القنبري ونعرفوا شقاشق وش قاشق وراهو مخزون اسطنبالي فيه برشا آلات موسيقية اللي فيه فما القنبرة والجوجاي والطبلة والكركتو هذوما ما يعرفوهمش. يعرفوا نحن كي تقول اسطنبالي يعرفوا بوسعاديه في الشارع في جمعيه تعلموا ديجا قلت نعلموا نعلموا حتى الرقص حتى ما تعرف اسطنبالي عنده رقص نتاعو الخاص مش كيما النوع العيساويه وهي انت تحكي العيساويه والحضره راه فما برشا طرق مخزون ثقافي في تونس. لا احنا نحبوا اسطنبالي زاد يا اخو حظ ان شاء الله عبر هالجمعيه سرياض ياخذ حظ اسطنبالي في تفعيل مهرجان ان شاء الله وقت ان شاء الله سنه ان شاء الله سنه في دومي ان شاء الله يكون في شهر 9 سبتمبر نهار 8 و9 سبتمبر ان شاء الله يكون في غال الملح. واضح.
غدوة إذن الموعد كما كنت تسمع في باب جديد مع عشوية كاملة مع موسيقى استنبالي بوسعدية وكل التفاصيل وكل التفاصيل الجميلة متاع الموسيقى هذه اللي فيها برشة من حياتنا وبرشة من تراثنا وبرشة من تاريخها. هي البلوز في الأخر، هي موسيقى سود، موسيقى زنوج، هي موسيقى تونسية أفريقية. شكرا لك سريع، يعطيك الصحة.